الله بكره المدرسه اصحى بدري عشان اروح بالشنطه الجديده واللبس الجديد. اروح بدري عشان اروح الطابور. القرف مدرستي بس انا بقالي 3 شهور بس في الاجازه راح اتخلصت. يا ابني المدرسه دي للناس الشاطره مش الفاشله. انت زيك كده يا اخويا. كنت راح افتح المدرسه مع البواب وبعدها اهو في سنه 5 سنين وحياتي. انت فاشل ما كنتش بتذاكر يا ابني. انا الكتاب بتاعي كانت الجلده بتاعته مبوش من كتر ما بمسكها. ياه انت على كده كنت ممتاز. لا كنت رسيم. رسيم؟ انا حتى كنت في كل صفحه راسم فيها واحده. كنت كل ما بمسك الكتاب النوم بيجيب. اقول انا قبل كده امك صحتني خرطوم الاحمر كان مرسوم على علم مصر. مذاكره وحشه كده يا ابني. انا كنت كل ما بمسك الكتاب احلى افكار فيديوهات بتجيلي. المذاكرة وحشة يعني. كل يوم تصحى الساعة 6 تروح المدرسة تروح الدور وخدت ايه من المدرسة؟ مخدتش حاجة. اصل لسه مي حامل لسه رايح مدرسة مجاش من البيت. وحاجة تقف هي المدرسة وحشة قوي كده. طب اقول كان عندنا استاذ اسمه سعيد كان يخش الفصل من هنا يروح طالع على الدكة بتاعته عاملين له دكة معينة بيروح نايم عليها واحنا بقى نخربها. ده اليوم الوحيد اللي كنت بحب اروح في المدرسة. والبسكوت كنت بتبيعه بكام؟ انا كنت ببيعه ايامها بجنيه. يعني انا هبيعه بكام بكره؟ يعني انت رايح المدرسه عشان البسكوت؟ ايوه طبعا. استلم البسكوت واهرب في الفسحه. وهتهرب ازاي؟ ما تخافش حماده صاحبه هيهرب يا ابني العفريت. انا عفريت.